الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إن شاء الله تعالى تعليق يسير على حدث الداعشيين اللذين قتلا والدهما وأخاهما وطعنا أمهما، وأيضا الدواعش الآخرين الذين قتلوا رجالا من الأمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان المعظم. التعليق إن شاء الله تعالى على هذا، على هذين الحدثين، يكون في نقاط. النقطة الأولى: قتل النفس المؤمنة من أعظم المحرمات، لقوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الموبقات، قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في غير ما حديث، وعظم مسألة قتل النفس المحرمة، ولزوال الكعبة أهون عند الله تبارك وتعالى من إراقة دم امرئ مسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يزيد الأمر سوءا أن يقتل القاتل والده الذي أمره الله سبحانه وتعالى ببره وطاعته، كما قال جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كان الإنسان منهيا عن القول السيء للوالدين ومأمورا بالقول الحسن، كما قال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين حسنا. فالإنسان مأمور بالخطاب الحسن مع الوالدين، في الخطاب إذا كان بس في الخطاب الزول مأمور أنه يتكلم معهم بخطاب حسن، خطاب طيب ولين، فكيف يقدم الإنسان على قتل والديه بجرأة وبحيوانية وتصرف بهيمي؟ بل كثير من البهائم تترفع عن مثل هذا الفعل القبيح الشنيع. وكذلك مما يزيد الأمر سوءا أن يقوم هؤلاء الفجرة المفسدون أن يقوموا بمثل هذه الأحداث ومثل هذه الشرور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحدثوا فيها هذا الحدث. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلاحظ إلى سوء هؤلاء القوم من الخوارج الدواعش، يختارون في البقاع بقاعا فاضلة فيفسدون فيها، ويختارون من الأيام أياما مباركة فيعيثون فيها الفساد، ويختارون من الأنفس المحرمة أشد الأنفس حرمة. فإذا كان الوالد له حرمة الوالد، وله حرمة القرابة، وله حرمة الإسلام، فيقتلون المسلم مع هذه الحرمات، فليس لهم ورع من دماء المسلمين. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طيب، ومع هذا
أن يضاف إلى هذا السوء الذي فعلوه أن يروعون الآمنين من العباد في الحرم النبوي وفي غيره الذين جاءوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى وهم آمنون في هذا الشهر المعظم المبارك، فيفجؤوهم في آخر الشهر بهذه الأحداث البشعة القبيحة التي لا تصدر إلا من أمثالهم من المفسدين في الأرض. النقطة الثالثة التي بعدها: ظن هذا المسكين ومن معه من الخوارج، ظنوا أن هذا الفعل من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومما يبتغى به رضا الله عز وجل، ولقد أساءوا الظن وأساءوا الفعل، فهذا الفعل ليس له علاقة بدين النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من الجهاد، بل هو من الفساد في الأرض، ولا يستغرب هذا الظن القبيح من هؤلاء الدواعش الخوارج، لأن أسلافهم من الخوارج تعبدوا بجهلهم وفساد تصورهم وسوء منهجهم وعقيدتهم، تعبدوا بقتل أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأقدم كبراؤهم وسفهاؤهم على قتل أمثال عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقتلوا عليا وقتلوا طلحة والزبير وابن خباب ومجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستباحوا دماء الفضلاء واستباحوا دماء الكرماء، فما يستبعد من أتباعهم من الدواعش من هذه المجموعات السيئة ومن دعاة الفتن إنه يفعلوا أفعال زي دي ويقتلوا إما والديهم أو يقتلوا غيرهم من المسلمين معصومي الدم. فإذا كان الإنسان بيستحل دم عثمان بن عفان رضي الله عنه ويعتقد أن عثمان كفر بالله عز وجل، وآخر يعتقد أن عليا رضي الله عنه كفر بالله سبحانه وتعالى وظن هذا الظن، فما يستبعد من اللي يجوا بعدهم إنه يستبيحوا دماء الأبرياء كآبائهم وأمهاتهم، والله المستعان. إذن يبقى عندنا سؤال مهم: ما هو السبب اللي بيدفع شباب أغرار لسه في بداية عمرهم، ما تجاوز سنه أو ما تجاوز سن أحدهم 20 سنة، ما الذي دفعهم إلى ارتكاب هذه الجرائم التي يستبشعها ويستقبحها الكبير والصغير، بل يستقبحها حتى الكافر الذي لا عقل له ولا دين له يستقبحها، بل قد تستقبحها حتى بعض الحيوانات؟ ما هو السبب اللي دفع هؤلاء الشباب إلى ارتكاب هذه الجرائم والفظائع والصنائع القبيحة المقبوحة؟ السبب: كتب غرتهم وشخصيات أضلتهم، لأنهم ما قدموا على فعل هذه الفعائل إلا انطلاقا من عقيدة ومن فهم راسخ أن هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبتغون به وجه الله عز وجل. الليلة هم لما قتلوا من قتلوا وأفسدوا ما أفسدوا وروعوا من روعوا وشوهوا صورة الإسلام أيما تشويه، لما فعلوا الأشياء دي كلها ما فعلوها من باب الخطأ، ولا فعلوها من باب إنهم عندهم محبة إلى رؤية الدماء وإزهاق الأنفس، لا، إنما فعلوا ما فعلوا ابتغاء وجه الله عز وجل بظنهم الفاسد. طيب، السبب اللي خلاهم يظن هذا الظن: كتب قرؤوها،
وعلى سبيل المثال كتاب ظلال القرآن لسيد قطب، وأيضا كتاب معالم في الطريق، وكتاب العدالة الاجتماعية وغيرها من مؤلفات سيد قطب التي كتبها أو كتب بعضها في السجون المصرية. واعترف أحد كبار قادة الإخوان المسلمين أن هذه الكتب تحمل التكفير في العصر الحديث. هذه الكتب اعترف الدكتور القرضاوي بأنها تحمل التكفير، بل تغذى الشباب الذين يحملون فكرة التكفير على هذه الكتب. إذن يبقى عندنا السبب الذي غرر بالشباب وأضلهم هذه الكتب وغيرها من كتب ورسائل الإخوان المسلمون، التي خرجت جماعات ومجموعات وفرق في هذا العصر فأفسدت ما أفسدت وأضلت ما أضلت وشوهت صورة الإسلام أيما تشويه. كل هذه المجموعات التي خرجت كمجموعة القاعدة ومجموعة جبهة النصرة وتنظيم داعش وغيرها من التنظيمات اللي خرجت باسم الإسلام، إنما خرجت انطلاقا من تلك المؤلفات التي كتبها ذاك الرجل وغيره كالمودودي وسعيد حوي وغيرهم من دعاة الإخوان المسلمون في العصر الحديث. وهذا الفكر، الفكر الإخواني الذي أنتج لنا ما أنتج، هو امتداد لفكر الخوارج الأوائل، هو امتداد لذاك الفكر الأول الذي بدأه من بدأه من السيئين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وامتد القتل ولم يتوقف إلى اليوم. عموما هذه كتب شخصيات الآن دعاة الفتن الموجودين على الساحة، منهم من يؤجج فتن التكفير ويؤز الشباب أزا ويدفعهم دفعا ويسهل لهم الخروج لما يسمى بالجهاد اللي في المالي والجهاد في فلسطين والجهاد في أفريقيا الوسطى وين وغيرها من الفساد الواضح الذي لا علاقة له بالجهاد الشرعي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وسلف هذه الأمة. عموما خلاصة هذا التعليق على هذا الفعل الشنيع القبيح الذي ارتكبه الدواعش باسم الإسلام، والغريبة باسم أهل السنة والجماعة، ولا علاقة لهم إطلاقا بأهل السنة والجماعة، لكن هذا الفعل لا نحسبه شرا بل هو خير من جوانب. الجانب الأول أن يعرف المجتمع المسلم خصوصا ومجتمعات الدنيا عموما أن هذه الصنائع لا علاقة لها بدين محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من الفساد الذي لا يقبله التابعون لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح علماؤنا بالتبرؤ من هذا الفعل، وأنه لا يمثل أهل السنة ولا يمثل الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الفوائد التي نقتبسها ونأخذها من هذا الفعل أن أهل السنة والجماعة براء تماما من هذه الصنائع، لأنهم تبرؤوا والحمد لله رب العالمين اتبرؤوا. أما الذين سكتوا وأما الذين يؤيدون هذا الفعل بصورة وبأخرى من غير تصريح فهم دعاة الإخوان المسلمين، يؤيدون هذه الفعائل إما بالسكوت عنها وإما بدعمها ببعض الكلمات وإما بالتهوين من أمرها، لأنهم بيعتقدوا أن الأفعال دي كلها في النهاية بتصب في منهج وفي دائرة الإخوان المسلمين. فهذه فائدة من الفوائد، معرفة سوء الخوارج، الناس تعرف سوءهم، لأنه إذا كان إنسان يقدم على قتل والديه، يا أخي أنا ما أتصور
إذا حتى لو اقتنع الإنسان قناعة إنه مثلا كفروا بالله سبحانه وتعالى، أين وجد هذا الدعي؟ وجد قسوة القلب التي تدفعه إلى سفك دم والديه. لكن يعرف الناس من هذا سوء هؤلاء القوم من الخوارج. طيب، الفائدة الثانية تحقق الفضل العظيم لمن قتلوا من رجال الأمن ومن والدي أولئك الشباب، الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوه. والناس يا أخواننا تحب الشهادة في سبيل الله، ولكن هذه الشهادة لا تنال إلا بمثل هذا الامتحان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لما قتل من قتل من المسلمين في أحد، قال: ويتخذ منكم شهداء. فلا يمكن أن يتخذ من المؤمنين شهداء إلا إذا وقع فيهم القتل هكذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنحسب أن من قتلوا هم خير قتلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: خير قتيل من قتلوه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة التفريق بين منهج هؤلاء المجرمين القائم على الفساد والقتل والتشريد وتشويه صورة الإسلام، وبين منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام القائم على العلم. هذا منهج أهل السنة، قائم على العلم والحجة ومجادلة الغير من المشركين والكفار وأهل البدع، مجادلتهم بالقرآن وبالسنة وبالحجج القوية، وقائم أيضا على الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد المشروع القائم أن يقوم الناس إلى الجهاد خلف راية الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. أن يكون للجهاد راية، راية الإمام، وأن يخرج الإنسان إلى الجهاد إن كان جهاد طلب، طلب للعدو، يخرج بإذن الوالدين كما اشترط إذنهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس تفرق بين الجهاد الشرعي الذي يكون به عز الدين ونصر الأمة ورفع الراية وهزيمة والنكاية في العدو، وبين هذا الفساد الذي يروح ضحيته ناس من المسلمين، ويكون فيه التشريد للمسلمين، وفيه القتل، وفيه الفساد، وفيه إلى آخره. فلا بد من هذا أن نستفيد، نفرق بين فعل هؤلاء الفسقة والمجرمين من الأوباش ومن المفسدين في الأرض، وبين الجهاد الشرعي القائم على الكتاب والسنة كما قدمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم من قتل، وأن يتقبله قبولا حسنا، وأن يري الجميع الحق الواضح والمنهج السليم، إنه جواد كريم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. لوزارة الداخلية أنه في تمام الساعة 1:12 من فجر هذا اليوم الجمعة الموافق 19 من الشهر 9 من عام 1437 للهجرة، فأشرت الجهات الأمنية بلاغا تلقته عن إقدام الشقيقين التوأمين خالد وصالح أبناء إبراهيم بن علي العريني من مواليد عام 1417 للهجرة، وفي عمل إرهابي تقشعر منه الأبدان، على طعن كل من والدتهما البالغة من العمر 67 عاما ووالدهما البالغ من العمر 73 عاما وشقيقهما سليمان البالغ من العمر 22 عاما بمنزلهم بحي الحمرى بمدينة الرياض، مما نتج عنه مقتل الأم رحمها الله وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات خطرة نقل على إثرها في حالة حرجة للمستشفى. وقد اتضح للجهات الأمنية من مباشرتها لهذه الجريمة النكراء أن الجانيين قاما باستدراج والدتهما إلى غرفة المخزن، ووجه لها عدة طعنات غادرة أدت إلى مقتلها رحمها الله، ليتوجه بعدها إلى والدهما ومباغتته بعدة طعنات، ثم اللحاق بشقيقهما سليمان وطعنه عدة طعنات، مستخدمين في تنفيذ جريمتهما ساطورا وسكاكين حادة
جلبوها من خارج المنزل والتي ضبطت بمسرح الجريمة، ثم غادر المنزل حيث قام بالاستيلاء على سيارة من أحد المقيمين بالقوة والهرب عليها. وبحمد الله وتوفيقه تمكنت الجهات الأمنية مع فجر هذا اليوم الجمعة من إلقاء القبض عليهما في مركز الدلم بمحافظة الخرج، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات هذه الجريمة الشنعاء التي تجرد فيها الجانيان من كل معاني الإنسانية وانتهكا بموجبها عظم حقوق والديهما التي أوجبها الله ولم يرحما كبر سنهما ولا شيبتهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كما تجري متابعة حالة المصابين، شفاهما الله أولا بأول، والله الهادي إلى سواء السبيل. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.